يعني في الحقيقة احنا مجتمع لا نملك سوى الفكرة والأفكار، في ظل التكنولوجيا بيكون المقابل ليها مقابل مادي كبير جدا، عشان كده الدولة كانت بتدعم كل ما يخص الرقمنة فيها من خلال مبادرة. هذه المبادرة أطلق عليها اسم بنات مصر الرقمية، ودي منحة مجانية قدمتها الدولة المصرية لعدد كبير جدا من الشباب. هدف المبادرة هو بناء كوادر، هذه الكوادر هي كوادر تقنية أو ذات تقنية عالية التخصص، وتنمية كمان قدرات المواطنين الإبداعية في مجموعة كبيرة من التخصصات. هي التخصصات دي متنوعة، على سبيل المثال علوم البيانات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، علم الروبوتس أو الروبوتكس، الفنون الرقمية. بعد كمان ما الشباب بيجتاز المنحة بكل اختباراتها بيكون هدف للشركات الكبيرة والعالمية المتخصصة في عالم الرقمنة. احنا النهارده موجودين في مبادره هامه جدا، هي مبادره بنات مصر الرقميه. المبادره دي تم اطلاقها تحت رعايه فخامه السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، وده كان في سبتمبر 2020، واول دفعه كانت في فبراير 2021. يمكن لما بدانا ب 109 طالب، وبعدين الدفعه الثانيه كانت 223 طالب، والدفعه الثالثه اللي هي موجوده حاليا هي 257 طالب. طيب ايه اهميه هذه المنحه؟ اولا طبعا هي يمكن شعارها فرصه فريده تميزك وتغير من حياتك، وهي فعلا فرصه فريده من نوعها، لان دي منحه مجانيه كامله بيتم فيها الطالب ان هو بيقدر ان هو ياخد برنامج متكامل. البرنامج المتكامل دوت يبدا اولا بمكون رئيسي وهو مكون اللغه الانجليزيه، بيحصل الطالب على اربع مستويات من اللغه الانجليزيه مع شركه عالميه. المكون الثاني هو مكون للقياده، وبالتالي برنامج مهم جدا للمهارات القيادية، ده احنا بنعتبره شيء أساسي جدا في أي يعني مهندس أو طالب أو خريج عايز أنه هو يلتحق بسوق العمل. شيء أساسي أنه يكون الاتيتيود بتاعه وطريقته وتعامله في سوق العمل وفي الشركة اللي هو إن شاء الله هيتم توظيفه فيها يكون بالفعل مكتسب هذه المهارات القيادية والريادية. هو اولا هنا شروط المبادره اللي بيبقى التقدير في الكليه من جيد جدا او امتياز، وبتقريبا بس من انترفيو بقى بسيط، فبيبقى مفيش مشكله في الانترفيو يعني، حاجات كلها بسيطه، وهو اهم حاجه التقدير بتاع الكليه بس. الصراحه دي ميزه مهمه جدا يعني، انا اول ما شفتها على السوشيال ميديا، انا عرفت سمعت عن المحنه عن طريق السوشيال ميديا، فدي كانت ميزه جدا ان هي كلها بالكامل مجانا، حتى الاقامه مجانا هنا في الكامب هنا، والغداء وكل حاجه كله مجانا، فيعني دي فرصه كثيره جدا يعني، مش متوفره في اماكن كتير. وفي نفس الوقت برضه ان هي الدراسه من مصر يعني، مش زي مثلا ممكن ماستر بيبقى من جامعه بره فيضطر يسافر بره ولا حاجه، لا هي موجوده هنا في مصر برضه، فدي ميزه مهمه جدا. هي في فايده كبيره، احنا حتى مع المبادره هنا بناخد برامج وسوفت سكيلز، حاجات تاهلنا لسوق العمل بعد كده. برضو الجامعة اللي بره هتدينا برامج، غير ان هي بتدينا كورسات اصلا في ازاي نعمل ريسيرش من الاول خالص، ناخد مواد جديدة ما كناش بناخدها هنا، ففي فايدة عظيمة طبعا. احنا هنا بندرس ماجستير المهني في من وزارة الاتصالات ديبي، منحة مبادرة مصر الرقمية. احنا هنا بنتعلم السكيلز والمهارات اللي بتأهلنا لسوق العمل، بندرس الجزء العملي الخاص اكتر، برضو بندرس حاجات كتيره منها مواد في الجامعه، الجامعه بتوفرها، وفي هنا سكشن مصر هنا بتقدمها لنا مساعدات علشان نقدر نفهم المحتوى العلمي من كل ماده. بندرس هنا ازاي بقى الجزء العملي بنحولها للرقمنه اللي هي الديجيتاليزيشن، بندرس الجزء ده في حين ان احنا مثلا بندرس ازاي نعمل بقى البرامج العمليه، زي مثلا بنشتغل على باور بي اي، بنشتغل على برامج تانيه كتير من كل يعني من كل تخصص، بحيث ان احنا نواكب اللي بيحصل في العالم كله متطور في التكنولوجيا يعني. بقى
انا هنا بدرس لهم ماده اسمها ويب اند سوشيال ميديا اناليتكس. الماده مهتمه جدا بالويب اناليتكس والسوشيال ميديا اناليتكس. كمان بندرس تولز كتير قوي زي حاجات كتير زي رابيد ماينر وعلى تمبلت على الاكسل وكمان حاجه زي جوجل اناليتكس, فهي مفيده جدا في موضوع الاناليتكس والسوشيال ميديا والماركتنج كله. انا التخصص بتاعي تبع جامعه ساينز ماليزيا. وصلت المنحة ديت عن طريق مساعدة بناة مصر الرقمية ووزارة الاتصالات. كانت منحة مقدمة منهم, احنا قدمنا عملنا ابليكيشن, وبعد ما عملنا ابليكيشنز وعملنا اختبارات وير اكسبتد يعني, كانت الجامعة وصلت لينا عن طريق ايميل, تعرفنا عن الكورس, تعرفنا عن التراك ماشي ازاي وكده. هو مدته سنة. خلال السنة دي بنتعلم فيها عن الـ Data Analysis, Business Analysis, بنستخدم Tools جديدة زي Power BI, Tableau, بنستخدم أكتر من حاجة نقدر نفيد بيها ونقدر نعمل Analyzing للـ Data عشان نوصل للـ Client أو الـ Job اللي احنا عايزين نوصله. الطالب هنا بياخد ماستر من جامعة ساينز ماليزيا فيما يخص التراك اللي أنا فيه يعني. من ضمن الحاجات اللي بيحصل عليها الطالب غير الماستر بيبقى فيه تدريب مستمر ومتابعة مكثفة فيما يخص في التراك يعني, فبيطلع ان هو مستعد لسوق العمل بشكل كبير. انا بدرس كورس الاي اي فاندمنتالز. الكورس ده بتاخده طلبة الماجستير في جامعة يوتاوا بكندا, بس احنا بندرسه هنا في مصر كأننا هناك في كندا, بناخده اونلاين. الدكاترة هناك بيدخلوا اونلاين مع الطلبة وبيدرسوهم الكورس دوت. هو طبعا من ضمن كورسات كتير يعني, ده الترم الاول بس مع الاي اي تراك يعني. احنا هنا عندنا مالتيبل تراكس في المبادره. مبادره ديبي مبادره كبيره قوي فيها تراكس كتيره جدا, من ضمنهم مثلا الاي اي تراك اللي هو احنا معاهم دلوقتي, في تراك الروبوتكس ودولت خاصين بالروبوتات, وفي عندنا تراك للسايبر سيكوريتي وحمايه النتوركس والفاير وولز وهكذا.